بيربا بيربي بيربي ربي ربو. اهلا وسهلا بجميع الحاضرين، اليوم هل انتم مستعدون لسماع الاغاني تبعتي؟ لا لا ما بدنا، صوتك مش حلو. ايه في واحد حكى نعم، مين مين؟ نعم نعم نعم. طلع هذا يا سبونج بوب، طلع هذا سريع بيحكيش، ما بيعرف يحكي، طلع ما بيعرف يحكي، ما بيعرف. هاي بدكم تسمعوا صوت رجل السماعة الجميل؟ ما بدنا، ما بدنا، مش حلو. نعم صوته مقزز جدا. صوتك مقزز. سانتا انا بدي انتقم منك، اجابي اروح انتقم منه. طيب هاي توقف، رجع لنا شفيق غني انت، صوتك مش حلو. هذا الشرير ضرب شفيق، ضرب شفيق وحطه بالاسفل غصب عنه عشان يغني. نعم انا دفنت شفيق، شوفوا وين دفنته. ايه طلعني من وين؟ طلعني، ما بدي. شوفوا راح افجره. لا 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 لا، دير بالك لا تفجره، لا تفجره. الا شفيق، شفيق صديقنا، بترجاك خلاص اترك هذا المكان، اتركه. هاي انا الان اذا انتو ما بدكم تسمعوا كلامي راح احاصركم كلياتكم بيأتي انتي. ايه لا بترجاك، ايه هذا شرير كثير، هذا رجل السماعة من اجان انا ما بعرف. هين انا حاصرتم كلياتكم في هذه اتي انتي وما حد راح يقدر يطلع، وبتعرفوا انا ايش بدي اسوي؟ بدي انزل عليكم صاروخ كلياتكم. ايش؟ لا لا اي لا. اي يلا يلا بسرعه، تعال انا وياك الان نسوي مهمتنا، احنا حبسناهم هون ما في يتحركوا ابدا ابدا. نعم هذا اشي جدا اسطوري، اركب معاي انتظروا الصاريخ اللي راح تنزل عليكم. يلا انا وسبونج بوب الشرير. اي قبل ما نروح شو رايك هيك نتحلى شوي علشان احنا بنقتل في الناس؟ هودك تتحلى؟ طيب انا رجل السماعه يعني ما بتحلى انا. ايه ليش انت بتاكل؟ خليك كل معي حتى ايش نصير احنا اقوى اقوى. طيب ماشي ماشي، بس يعني انا ما بتحلون في مطاعم ومتاجر الايس كريم والاشياء اللي بتشبه هاي يعني الشغلات، بس انا ما باكل الايس كريم انت بتعرف. ايه ليش ما بتاكلها؟ بدي اودك عند الايس كريم انا. او طيب الان انا بختار، الان انا هو الرجل إيه السماعة وانا ما باكل اي شيء. حين تقريبا وصلنا، يلا ادخل ادخل عليه. وينه؟ ايوه ايوان ادخل اختار ايس كريم. شو بدكو شو بدكو؟ اضربك على راسك؟ هذا شو جالس بيحكي هذا؟ والله انه مسكين. هاي احنا في، شو في عندك انت ايس كريم؟ فانيلا وفراولة وبلوبيري بس؟ نعم نعم بس، شو يعني اضيف لك كمان سماعة زي راسك؟ طيب بتعرف اني انا بكره الايس كريم وجميع الحلويات؟ ايش؟ طيب ليش جاي لهون؟ انقلع برا المطعم، بدي اذوق صاحب المطعم. خملي بمدم خملي بمدم خملي بمدم خملي بمدم. خربتني خربت العقل، يلا لا يوفقك. عين اكلت الروبوت صاحب الايس كريم سبونج بوب. ايه والله غريب جدا انت، ليش هيك سويت فيه؟ كيف بدي اكل ايس كريم؟ خلاص عادي عادي، هذا الايس كريم كلياتهم اذا بدك مد فمك وابلع كل كل كل. خلاص ماشي راح اكل بيتزا بدالها. تعال تعال الان، كيف بدنا ننتقم من الموجودين هنا؟ كيف؟ فكر فكر فكر. اوه انا بدي احكي لساندي اني انا بدي اروح عندها عند الصاروخ. اوه لقيتها ساندي. صاروخ؟ والله ساندي، ساندي المخترعة اكيد بتخترع صاروخ او شغلات رح نستخدمهم ضدها، شو رأيك؟ نعم 100% عشان شو نقذف هذا الصاروخ لعند المسرح تبع اللؤلؤة وكمان منفجر كل الحاضرين.
فكرة أسطورية، راح نفجر الكل لأنهم مجتمعين في مكان واحد هو المسرح. نعم 100%. هي أنا مش عارف شو بدي أسوي، أنا لازم إني أنطلق من هذا المكان كله. لوين بدك تنطلقي يا جميلة؟ بيو بيو بربي بيو. أنا خايفة بعدوا عني. إحنا أم الأشرار سبونج بابا، احكي لها مين بكون أنا. هاي ساندي، تعرف على صديقي الجديد رجل السماعة سبيكر مان، جاي حتى يلقي التحية فقط يستخدم الصاروخ. شو بدكم مني؟ أنا يجيتوني بدي أستخدم الصاروخ عشان أروح على مدينتي الموجودة فوق، ما بدي أبقى بالمحيطات بسببك يا شرير. طيب إحنا بدنا نستعير صاروخك لمدة يعني البعض من الدقائق. مستحيل. هاي سبونج بوب، شو بدنا نسوي؟ هاي ساندي، كلمة واحدة فقط، أنا بدي أخذ الصاروخ مع صديقي، وإذا ما بتعطينا إياه راح أدخل على الفقاعة ونفجرها. نعم 100% كلام سبونج بوب صحيح. لا ما راح أعطيك إياها. خلاص سبونج بوب من غير مسار الصاروخ. فكرة. هاي غصب عنا يا ساندي، روح وغير، أنا راح أمسك أي حركة فيها راح أذبحها. لا هاي أنتوا جالسين بتسوي شي خطير كتير. مش مهم، يلا بدي اغير المسار من الشمال الشرقي الى الغرب الشمالي. ممتاز. سبونج بوب هذا الكلام صحيح؟ تعطلت هاي. رائع، هاي بدلة ساندي شايفها يا خربت. ليش خربت بدلة ساندي هاي؟ اي خربت شان ما بدنا اياها تطلع احنا اي مكان وتبقى هون. يلا الان بدنا نسوي هاي المهمة. يلا زي هيك اكبس عليها يا سبونج بوب الشرير. ممتاز. ايوه هذا هو الكلام. وي كمان الان ثاني تحدي سويناه، والان الثالث لازم نفعل هاي ولازم هاي. انا هو الرجل السماعة بعرف كل شيء. انت لانك مصنوع من الكهرباء بتفهم في كل شيء من الكهرباء. طبعا هاي انا انتهيت منها كمان. يلا لازم اني اشوفها للاسفل مثل هيك. ممتاز، خلينا نشوف للاعلى مثل هيك. ممتاز، اخر واحدة. يلا ايوه اسويها لهذه الجهة. واو كمان الان سويتها. شو ضل باقي؟ هذه المنطقة حاسسها منطقة كثير صعبة، ما بعرف ليش. منطقة تجارب، هاي لازم انت تجرب وتعرف كل شيء لازم تسويه. نعم خلينا اشوف هون مثل هيك. طيب هاي كيف بدها تتفعل هاي؟ زي هيك. يا سلام، الحل قريب، راح نفجر الجميع. واو هاي نفعلتها. هي بترجاكو لا تسووا هيك. هاي مش ضابطة معانا. ايوه يلا هي انا بدي احكي لك شغله. الان الصاروخ بدي اياك توجهه هاي بالشقيه. روح عند الكبسه هذيك العب فيها، حط الموقع صحيح وايش حطه على المسرح. بوم راح ينفجر كل العالم. خلينا اشوف الوضع هون. ممتاز. الكبسه شو صاير فيها؟ الكبسه؟ انتو انخدعتوا، والان راح يتم تفجير الصاروخ فيكو. تمزح هاي سبونج بوب ولا شو؟ ايش ما بعرفك بصارك عبسك. بس ما في. الان كمان وضعت بداخل الصاروخ اجهزة طيم غرافية، هاي الاجهزة مثل المغناطيس بتجذب الحديد مثل السماعات. شو بصير سبونج بوب؟ انا جالس بنسحب. انا كويس اني سفنجة. مع السلامة صديقي، انا ماليش دخل. ليش بتطردني؟ دصير طيب. ليش بتطاردني؟ يلا الى اللقاء.